اسمع للناس اروح تسمع اروح تسمع للناس اروح تسمع للناس لازم اسمع اسمعني وتقول للنساء تاع الجزائريين الى عندكم مشكل ارواحوا ليا مشكل تاع الطلاق سبحان الله يا دي زالجيريان كي يقول سمالي مع مراه تقول لهذيك المراه ما تزوجيش به لان راح يعطوا ينحوا لك كوارتك وهذه المراه راهي معروفه الو راني نفيق فيكم فيقوا دركا وكما كانوا يهضروا الاخوه يرحم والديكم خدموا هذه الجالية لأن أخرتها موت ستريزم وشوف نقول إلا ما خرجتش إلا ما خرجتش فينا كبار تخرج في ولادنا وهذيك هي المصيبة الكبيرة هذيك هي المصيبة وراك تشوف وشوي صرا السرطان أو فونكسيونير بارتو في العالم ماشي في الجيري ونزيد نقول لكم واحد العفسه برك لازم تخموا عليها طري زين هذه العفسه هذه من بالكم الثوره الجزائريه بدات كانوا لي ميساليست من الميساليست خرجت نخبه فيها دي دوش مراد فيها كاع شو هذا هذيك النخبه درت ريونيون في صالون بي عند دار الدرويش ياس حبيبنا ربي يرحمه اندلاع التوراة الجزائرية فيها شهداء اكد اللي صرا صرا واللي ما شافش احنا كنا صغار نشفاو مو بيرسونيل ما صار اي تي فيولي دوفون موا جي تي جو الله يرحمه الشهداء كاع ان شاء الله خيره انا ايتي بريلي في بار لي باراشوتيست شاك أتونتا أكلو صالون دي ولا بالكور يخرج من دار السكون معروفة لو بروبليم سي كو سي إيه موا بيرسونيل ما جي بري اون آل قال هذا ميساليست عطاتني الجبهة قالت لي أعطيه نجي طيب نعطيه إلي بون سون فيس أجوردي est en train de prendre la revanche sur le FLN. Et c'est très très important. Laisse-moi je fais qu'il. Et les messalistes sont en train de prendre la revanche sur les familles de Shuhada. Ça c'est très très il faut bien parce que حنا من داك نقولوا الحكومه قدور عليلو نسميه وما نعرفوش جوسكا بريزون يقول لك الجزائري اللي تهضر معاه يقول يعرف جنرال مدين يقول لك مدين جامي شافو ما يعرفوش ونهضروا على واحد ما نجمش نهضر سامحني ما نجمش نهضر انا على واحد جو بو دي كي يا دي جون qui sont contre les vrais révolutionnaires en Algérie, ils sont en train de faire du mal à l'Algérie. Et il y a certains qui m'a chaque Khalil, je voudrais bien le voir au côtoyer. Sarraqé, je voudrais bien revoir l'argent. Khalil, au côtoyer, ou l'Argentine. Je trouve que tu as le voir, monsieur. Alors, tu as le droit d'être une réponse. Il n'y a pas que lui. L'Arabie Belkhir, où il est. من دار ضياف ما زالت تاعو معامل دار ضياف هاكو تعرفوه المينيستر
هم يهضروا عليه باش يديروا له ميمينيش ماشي وحي هاو كان ايتي حكم الجزائر وجابوا تفليقه قالوا ما نديروش دو بريزيدون في البلاد عارفوه كاع موضوع التالية محمد موضوع التالية محمد موضوع التالية موضوع التالية ميسي صار بروبليم على صوت المهنة هما اللي داروا هذا الشيء هما اللي قعروا البلاد لازم تفهموها وهادو اللي قعروا البلاد كاين منهم كاين اللي حاكم الحكم كاين شي ناس ملاح بزاف يحبوا يديروا الخير ولكن اللي بان فيه الخير يقهروه ويكسروه اما يبعثوه لانتريت اما يبعثوه للصحراء يفكتيه اما ينقيوه وهاد الناس اللي فيهم الخير راهم قلال اليوم واهل الشر اللي داروا فيكم الزيوتي ومازالهم يقهروا الغاشي والطوق ما يروحوش والله غير رانا رايحين هكذا تفهموها هذه الشعب الجزائري اللي فاطن ولاد المجاهدين واللي عندهم النيف والدم والاصل تاعهم هذوك ما عارفين واش راه صاير اللي ينطق يرفعوه هاو اليمن كي بدات تسخن بداو يحضروا على الحقوق تاعهم هم رفدوا الوف من الناس رفعوهم ولاو يعطوهم لي مناص هني يتهموهم يقول له هاوليك هاوليك تزغط نشعلوا معك انت والفاميليا تاعك وعلى هي يا اخي ياك هو يتكلم على حقوق على الشعب هو يتكلم على حقوق الناس وحنا نحوسوا المستقبل تاعنا ان شاء الله للخير لولادنا ما كانش هذه من لولا نحبوا المستقبل ديالنا ماشي حسب الإحصائيات لولا كثير مع الترجمة في قصد مع الهوم أوفيس أنا عندي حتى واحد الوثائق ممكن أجيبها لك يقولون أنه في حوالي 60 جزائري موجودين بطريقة غير شرعية يعني يقول كل الجزائريين حوالي 100,000 أنا عندي وثيقة تاع الحباس يعني عندي وثيقة ممكن أجيبها لك إذا نتكلم أنا 32 جزائري مسجلين إذا يوجد 60,000 جزائري غير مسجلين كلهم حراقة موجودين في الأحباس وكذا ومنتشرين وكذا إذن كما قال الأخ في البداية هل أن القنصلية والسفارة تمثل كلا الجزائر المسجلين أو تمثل كل الجزائريين وإن تمثل كل الجزائريين ماذا عملوا؟ هدرنا البوضة هدرنا عليها البارح لا هدرنا البارح عليها شوف يا نعم ما كان يقول سين أنا ما جيتش هنا باش نعطيهم مساحتي حلول المشاكل في الجزائر. نعم. نقولوا واقعية صح. نعم. أنا كلفوني باش نجي نسمع الإخوان وعلى حسب الإمكانيات وعلى حسب القدرة على
كافيه نعاون الناس خارج حي ولا ميت. لان البارح قالوا لي جماعه اللي ماتوا ما تحتاج تكفوا بهم هذا عيب اللي يهضر الله ما عندهم عيش. حنا حي ولا ميت حراج خدام ولا ماشي خدام اي جزائري معترف به جزائري الجزائر بارك الله فيك مسؤوليه الدوله تكفل اي جزائري ولكن كيف اسمع الناحية الإدارية قالت تحتاج باسبور هذا الباسبور تحتاج هذيك هذا هذيك انتهى الأمر المشاكل دخلت فإذا لاحظنا صحيح كما تفضلت فيه توعية أحيانا الجزائريين مسجلين أحيانا هما أقلية أغلبية ربما الجزائريين مش مسجلين ماهمش محبين يركز فراء ماهمش حابين أحيانا كما كنت البارح شاكين ويجيو المنصورية قال كيبيعونا صح تعرفوا كيروحوا للجماعة كي نبعثوهم يروحوا يشوفوا الإخوان في السجن يقول الله يخليك بعد عليا ما تعرفني ما نعرفك صح وما تقولش بلي راني جزائري صح لاخطرش أنا راني كي جيت راني تعبت راني هنا تعبان ماذا بيا نستقر أنا أنت كي جيت تكلم بيا ربما تبعثوني نروح أنا ما عانيش نروح أنا ما جيتش ما نبعثوك تروح أنا مبدئيا اللي يحب يروح والعام السنه الماضيه 400 واحد شاب يطلبوا يروحوا فولونتير اللي يحب يروح نعاونوه يروح واش نتاعنا كل الجزائر يروح الظروف الاقتصاديه الاجتماعيه صعبات الى اخره كما تفضل كان اخر كان الاون اوفيس ايهاب الى اخره الفريق مسدود هنا الله يخليك نروح اللي يحب يروح نعاونوا هي ولكن ما بعمية شيء يروح اللي مش حاب من نسمو اللي يحتاج يروح يستحيل عليه ولكن نديروا تسهيلات اللي يحبوا يقعدوا هنا وعندهم صعبة فرصة شايفين فرصة بالنسبة لهم يحسنوا الوضعية تاعهم هنا من الناحية الإدارية يديروا كوخ تاعهم احنا نساعدوهم كومون نعم كيف تاعهم بالباسبور وشوف نساعدوهم بالباسبور قال لي سيدي محمد خارقين القانون نعطيك باسبور اذا رانا متاكدين عليك بلي راك جزائري حاجه مليحه اذا متاكدين عليك بلي الاوراق تاعك مش مزوره لازم اثبات تفهموا على هذه الحاله هذه اذا فيه بيان نعطيك جواز السفر على مده سهام نخليوك تصفي الامور تاعك تصفي الامور تاعك مع الاداره هنا المحليه الساعة ذاك الوقت غادي تسجل ولكن أحيانا يا خويا لما يدي الباسبور نتمنى الله يسهل ولا ما نزيدوش نشوفوه مشكل بس ما عندوش وين يروح ساعدناك مرة خارقين القانون مستحيل علينا نعاودوك مرتين ولا يا مينيموم فإذا جماعة هذا احنا لما كما شفنا بلي كثير من الاخوان راهم في الطبيعه تقريبا راهم هاملين وحنا متكفلين بهم الجاليه الناس اللي يساعدوا فيهم الى اخره فاذا اصبحت مشكله كبيره احنا الاخوان اللي مش مسجلين تعتبر بلي ماهم جزائريين احنا جزائريين اداريا ربما مش مسجل موجود ولكن احنا بالنسبه لنا جزائريين فاذا احنا نحتاجوا يكون اولا الاخوان هادو يثقوا فينا علاه يقول كان مرشح القنصليه موظفين الى اخره ربما لو روح نتوجه لهم يجيبوا لي المشاكل وانا هربان من مشاكل الدوله تجيب لي مشاكل وانا هربان من الدوله لو ما تقربوش منا الله يخليك والله تقول لك فرحين نحل المشاكل ما ينحل نقدر نجاوبك على السؤال هذا سعاده الوزير والله نعم نقدر نجاوبك على السؤال هذا في